بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز صيام الأيام البيض خلال الشهر أو فقط الاثنين والخميس أو متواصلة؟ يستحب صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون في أيام البيض اللي هي 13 والـ14 والـ15 من وسط الشهر، هذا هو الأفضل. وإن صام هذه 3 في أول الشهر أو في آخره فقد حصل المقصود والحمد لله، ولكن صيامها في أيام البيض أفضل. وصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، صيام الاثنين وصيام الخميس من كل أسبوع هذا أيضا سنة مستحبة مؤكدة، فيها أجر عظيم.